السلام عليكم أصدقائي، كيف حالكم متابعين قناة مستر كريبتو؟ فيديو جديد على قناتنا، قناة مهتم بأخبار العملات الرقمية. بالفيديو أصدقائي راح أتكلم عن عملة الـ XRP وانتهاء القضية بعد أيام قليلة من الآن، وهل ممكن تحويل 500 دولار إلى 3.5 مليون دولار؟ راح نعرف هذا الشيء بهذا الفيديو. قبل ما نبلش الفيديو بتمنى تضغط على زر اللايك وتشترك بالقناة وتفعل الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية، ولا تنسى تنضم لقناتنا على تليجرام، الرابط موجود أسفل الفيديو والرابط موجود في بانر القناة. خليكم معنا هالفيديو حتعرفوا آخر أخبار سوق الكريبتو. أول أصدقائي خلينا نوضح على شغلة، بداية الفيديو رح تكون كلها قراءة مقالات، رأيي رح يكون نهاية الفيديو، يعني أنا لما بتكلم عن تحويل 500 دولار إلى 3.5 مليون دولار، فأنا عم بتكلم عن أكثر مقال قراءة في آخر 14 يوم، هذا ليس رأيي الشخصي، لكن رح أتكلم عن رأيي الشخصي، شو رأيي بهذا التقرير في نهاية الفيديو بعد ما أخلص قراءة الأخبار. خليكم معنا أصدقائي تعرفوا آخر الأخبار. أولا أصدقائي خليني أبدأ بالمقال الأكثر شهرة، وهو وصول سعر عملة الـ XRP إلى 3500 دولار بمجرد انتهاء قضية الـ XRP، يعني كل 1000 قطعة من عملة الـ XRP رح تتحول لـ 3.5 مليون دولار. طبعا أصدقائي الـ 1000 قطعة من عملة الـ XRP حاليا سعرهم تقريبا 500 دولار، بما أنه سعر عملة الـ XRP تقريبا 50 سنت. هذا التقرير هو التقرير الأكثر قراءة في مجال سوق العملات المشفرة في آخر 15 يوم. وطبعا في عندي خبر تاني اصدقائي عن انتهاء قضية الـ XRP في يوم 1 يوليو، يعني بعد 13 يوم من الان. شو سبب انتهاء القضية بهاي الفترة؟ بعد اتخاذ دعوة قضائية من لجنة اوراق المالية والبورصة ضد عملة الـ XRP من تقريبا عامين الى حد الان، كان في عندي كثير من التضاربات، بما انه عملة الـ XRP عم تواجه دعوة قضائية ضد الـ SEC او هيئة الاوراق المالية والبورصات. وطبعا الـ XRP دخلت الاثيريوم وقالت انه تم الحكم بالسابق انه الاثيريوم ليست ورقة مالية، لكن الـ SEC عم بتقول انه الـ XRP ورقة مالية وما في اي دليل حسب وثائق هينمان عن ثبات اتهام الـ SEC لعملة الـ XRP. طبعا شو بالنسبة ليوم 1 يوليو؟ في 1 يوليو اصدقائي راح يتم طرح خدمة FedNow وستبدأ عملياتها في يوم 1 يوليو. هاي الخدمة أصدقائي تسهل الخدمة خدمات الدفع الفوري من قبل المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم على مدار الساعة وطوال الوقت، يعني عبارة عن مؤسسة أو خدمة للدفع الفوري عن طريق الإنترنت. أهم البنوك اللي راح تشتغل بهاي الميزة 3 بنوك، طبعا هاي الميزة طرحتها هيئة الأوراق المالية والبورصات والبنك الفيدرالي، تمام؟ اهم 3 بنوك راح تشتغل بهاي الميزة او راح يتم اطلاق لهاي الخدمة هن 3 بنوك شريكة لعملة الـ XRP، اهم بنك ACI، وعندي بنك فولانتي، وعندي بنك فينسترا. هاي 3 بنوك هن شريكة لعملة الـ XRP، بما انه شركة ريبل لاب هي اساسا شركة خدمات مالية وتطوير البنوك. طبعا هاي 3 بنوك راح تشتغل بهاي الميزة، واساسا هي داعمة وشريكة لعملة الـ XRP وشركة ريبل لاب. طبعا كثير من التساؤلات حاليا، هل ستنتهي قضية الـ XRP قبل اطلاق هاي الميزة حتى تقدر هاي البنوك تشتغل بخدمة FedNow ولا لا؟ على الاغلب راح يتم انتهاء من قضية الـ XRP قبل يوم 1 يوليو حتى يتم السماح لهاي البنوك المهمة اللي لها تأثير بهذا المجال باستخدام خدمة FedNow. ممكن خلال 13 يوم القادمات بأي يوم من الأيام يتم انتهاء من قضية الـ XRP حتى يتم السماح للبنوك باستخدام هاي الميزة المهمة المقدمة من البنك الفيدرالي الأمريكي ومن الـ SEC. الخبر الثالث أصدقائي من آش كريبتو، وبيقول أنه قضية الـ XRP أو شركة ريبل لاب والـ XRP ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات راح تنتهي غضون أيام قليلة. في غضون ايام قليله رح نسمع اخبار عن انتهاء قضيه الـ XRP اللي صرنا عم نسمع هذا الخبر تقريبا 2 أو 3 أعوام. هل انتهينا من موضوع التقارير؟ رح الجا لرايي الشخصي، بما انه عدد قطع عمله الـ XRP 100 مليار قطعه، 100 مليار قطعه عدد كبير جدا من التوتال سبلاي او الماكس سبلاي الخاص بالعمله. المطروح للتداول هو تقريبا 52 مليار قطعه فقط، اي 52% من اجمالي عدد القطع. مجرد ما يتم طرح القطع الباقية ممكن ينزل سعر الـ XRP إلى النصف أو يتم رفع الماركت كاب إلى 50 مليار دولار. فلما أنت بتتكلم عن سعر عملة الـ XRP بيوصل إلى 3500 دولار، فأنت بتتكلم عن ارتفاع بنسبة 7000 ضعف، ارتفاع بنسبة 7000 ضعف على السعر، فممكن يكون 7000 ضعف كمان على الماركت كاب. إذا تم طرح جميع القطع فالماركت كاب رح يكون 50 مليار دولار.
فلما انت بتحط لها 7000 ضعف، فانت عم تتكلم عن 350 تريليون دولار، يعني 350 ضعف من اجمالي الماركت كاب الخاص بسوق العملات المشفرة جميعا. سوق العملات المشفرة يحتوي على 1 تريليون دولار، لازم عملة الاكس ار بي توصل الى 350 تريليون دولار حتى نتمكن ونقول انه عملة الاكس ار بي راح تتجاوز سعر 3000 دولار. هذا الشيء مستحيل حاليا، فانا ما بستبعد عملة الاكس ار بي توصل لماركت كاب 100 مليار دولار وتصير بين العملات الاربعة الاولى طبعا، حتى نرجع نقول انه عملة الاكس ار بي توصلت للواحد دولار. هدف الواحد دولار قريب وسهل ومعقول، اما هدف فوق العشرة دولار فشبه مستحيل بالوقت الحالي الا اذا تم حرق تقريبا 90% من عدد القطاع عملة الاكس ار بي. شو تحليل عملة الاكس ار بي على فريم من 4 ساعات؟ حاليا عم نتداول باول شمعة 4 ساعات من تقريبا اسبوع، عم نتداول اسفل الموفينج افرج 200. اليوم اول اقفال اعلى الموفينج افرج 200، والتداول راح يكون اتجاهي لمنطقه ال 50 سنت او ال 51 سنت، وبعدها كسر قمه 53 سنت. وفي حال اخترقنا وتم نجاح قضيه الاكس ار بي ونجحت عمله الاكس ار بي في قضيتها ضد الاس اي سي، فلازم اكسر منطقه ال 55 او 56 سنت حتى توجه لمنطقه ال 1 دولار واللي هي بتكون المقاومه الوحيده بعد كسر منطقه ال 56 دولار. شو بالنسبه للبيتكوين؟ خلينا نشوف مع بعض تحليل البيتكوين. حاليا عم نداول اسفل موفينج افرج 200 وقريبين من منطقه الدعم اللي كسرناه بالسابق اللي هو بدعم الترند الهابط، فممكن يصير عندي اختبار مرة تانية لإعادة اختبار الترند ونرجع نلامس منطقة 26000 دولار، وأنا ما بستبعد هذا الخيار صراحة. طبعا أصدقائي حاليا باقي ساعات على فتح السوق الأمريكي، راح نشوف تقلبات وحركات عنيفة بمجرد بدء التداول بالأسواق العالمية والسوق الأمريكي ودخول الحيتان إلى بورصة العملات المشفرة. لهيك حاليا لازم نخترق منطقة الموفينج أفرج 200 اللي هي عند منطقة 26650 حتى نتأكد الصعود واتجاهنا لمناطق 27000 إلى 28000 دولار. أصدقائي نكون وصلنا لهذا الفيديو، أتمنى الفيديو يكون نال إعجابك، لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل الجرس وتضغط لايك حتى تصل كل جديد في عالم المترقمين. مع السلامة، دمتم بخير.